الو الو جايز، اتمنى تكونوا كلكم في صحه جيده، ليله سعيده. بوغوس بوغوس صافا ترونكي، كلشي مزيان، كلشي غادي يكون مزيان ان شاء الله. قصه جديده وستيل مختلف، نتمنى يعجبكم ويكون في المستوى ديالكم. بالنسبه للموسم الثاني ديال القصه اللي فات فهو في طور الكتابه، شيامات وغادي نحطو ان شاء الله. هبط خليا لايك سبسكرايب الجرس وبارطاجي مع صحابك باش ندفعوا السفينه اللي حنا غاديين بها. نبداو القصه ياك؟ يلا دير الكيت ياك تكون بوحدك، طفي الضو ويلا ليتس جو. غنقدم لكم راسي وبكل تواضع، حيت اصلا ما كاينش فاش نفتخر، خدامين على قد الحال، وانا اللي كنصرف على الدار حيت الوالد ديالي ميت الله يرحمه، وغي انا والوالده وواحد اختي الصغيره اللي باقا في ابتدائي اللي عايشين مع بعضياتنا. في الحقيقه انا من الناس اللي شادين الباك بعشرة، والحاجه اللي درتها كتسخرش ليا، ولكن كان بريكولي هنا وهنا، حتى لقيت واحد الخدمه ميسره في واحد الشركه ديال الصباغه. كنخدم 6 ديال السوايع في النهار وكنشد 3000 درهم للشهر. المهم انا من داك النوع البلدي شويه، غير الدار والخدمه لا دورا لا والو. نسيت ما سميت لكم راسي، انا رشيد. قصه كدور على اني بغيت نخطب واحد البنت من الفاميله، كانت زوينه ولكن ما بغيتش نكرفصها معايا. خوكم بوفري ما قادرش على المصاريف ديال الدار. عايش غير بستارتير الخوت، ستارتير باش كنكمل الشهر، ولكن اش غندير؟ الوالده ما بغيتش نخسر ليها خاطرها، لصقاتني باش نخطب. المهم الناس عند من مشينا عارفين شكون حنا وفين خدام انا. منين مشينا لعندهم قالوا لي سير انت وخطيبتك تشاوروا في القضيه ديال الزواج وتناقشوا في الحلول اللي بيناتكم والشروط. دخلنا انا وياها لواحد البيت، حتى واحد فينا ما هضر، وانا نقول ليها بنت الناس ما توافقيش على هذه الخطبه، وهي تشوف فيهم صدومه. قالت لي علاش؟ واش موعد شي وحده بالزواج؟ قلت ليها لا، غير هو انا بوفري ماشي من داك النوع الضحوكي واللي غير يخرج معاك ويدور معاك في الزنقه ويضحك معاك، وعندي ميزانيه صغيره. يلا كانت كافة مع الدار، قالت لي اللي كياكلوا واحد كياكلوا 10. صدماتني، قلت ليها واخا واش موافقه؟ وهي تهبط راسها. قلت ليها واخا بالنسبه للشروط شنو هما؟ قالت لي ما شرطه والو، بالنسبه للصداق عندي واحد 100000 غنعطيها لك، زيد عليها شي حاجه باش مالي الدار دارنا يعجبهم الحال. قلت ليها لا سمحي لي فلوسك هذوك. قالت لي راه غترجعهم ليا من بعد، اعتبر هذا الشرط ديالي. قلت لها صافي. بالنسبه للعرس قالت لي شي حفله صغيره بيناتنا حيت حنا غير بوحدنا. قلت لها حتى حنايا بوحدنا نديرو شي حاجه خفيفه في دارنا. اجي بعدا شنو سميتك؟ قالت لي خديجه. قلت لها انا رشيد. يلا نخرجوا. خرجنا من البيت وبان لي هادشي بسيط، واش زعما رضات الوالدين هي اللي وقفت معايا هنايا؟ جلسنا مع عائلة البنت. فاش وصلنا للصداقة بديت كندور في عينيا وهي تهضر خديجة. قالت اليوم هضرنا في الصداق غيعطيني 100000. قالوا لي صافي داكشي بيناتكم، خوكم تزنق وما قدرتش نهضر. قالوا لي نعم خصنا نحددوا العرس، وحددناها الخوت درناه السيمانة الجاية. من بعد رجعنا للدار، الوالدة كانت فرحانة ولكن أنا ما فهمت والو. شنو زعما
هاد السيده بغات تزوج بيا غير هكاك، كاينه شي لعيبه تما. ولكن السيده درويشه وكتجاوبني على قد السؤال، اجي علاش انا كنفكر هكا؟ خليها الله، ما كاينلاش نبدا نوسوس في راسي من دابا. جلست الخوت في الدار كنفكر نعاود نصبغ البيت وندي الفراش للمصبانه ونبدل الديكور شويه. فواحد اللحظه بديت كنسمع التليفون كيصوني، لقيتها نمره جديده ما عرفتهاش. جاوبت الو شكون معايا؟ قالت لي واحد الصوت ديال بنت حبيبه ديالك. قلت ليها ويلي شكون تاني هاد الحبيبه ديالي؟ ما فهمتش. بدات كتضحك وقالت لي راه انا خديجه. قلت لها اه مرحبا كي دايره صافا؟ قالت لي صافا. قلت لها منين جاتك نمرتي؟ قالت لي شديتها من عند الوالده ديالك فاش كنتو عندنا. قلت لها واخا مزيان. وهي تقول لي اسمح لي الا ما هضرتش معاك مزيان، منين كنتي عندنا راهي حشمت منك شويه. قلت لها هانيه ما بيناتناش راه ولينا مخطوبين زعما. قالت لي صافي تقدر تسالي غدا نمشيو ندور انا وياك شويه في البحر؟ قلت لها اش غدا؟ قالت لي الحد. قلت لها صافي ولكن غير خليوك والديك؟ قالت لي لا ولكن الا جيتي غير خليوني. قلت لها غتجي ناقصه شويه حيت يلا النهار الاول شبالك نمشيو حنا والديك. قالت لي اوكي علاش لا نخرجوا مجموعين حسن وديك الساعه ناخذوا راحتنا انا وياك. المهم راه غيتقاضى السلط، انا غنقولها لماما وغنتسناوك صافي. قلت لها اه صافي بسلام عليك. قطعات وانا نمشي نيشان عند الوالده. قلت لها هضرات معايا خديجه وبغاتنا نخرجوا. قالت لي اها رومانسيه من النهار الاول؟ قلت لها غنديوك معانا. قالت لي علاش؟ قلت لها حيت غتمشي معاها وخاصني ناخذ راحتي معاها شويه. بدات كتضحك الوالده وقالت لي صافي كون هاني. انا والوالده كنهضروا في دوك المواضيع عادي حيت هي دكاليه دوك الناس السبيطار هارب لهم الفريخ. مشيت من بعد ناست وفقت الصباح عاودت لذاك البيت ديالي الصباغه من الاول حيت خوكم داز بكاع الحرافي. صبغتو ديت الفراش للمصبانه وفين ما بانت ليا شي شرويطه ما كنلبسهاش حيدتها حيت خاصني نبان نقي حيت راه الزواج هذا. ساليت مع ديك الثلاثه وانا ندوش هضرت مع خديجه قالت لي راه واجدين مشينا لعندهم وما ساكنين في بارطمات خارجين على المدينه واحد شويه مشينا عندهم وحنا نشدوا الطريق للبحر. وصلنا الوالده دارت خدمتها وهما سبقونا وحنا تلينا الله بقينا نيت تنهضروا. كنسولها وكتسولني ولكن حسيت بلي بحال مخبيه شي حاجه. قالت لي والو منين سولتها كملنا هضرتنا. انا كان صحابهم بوفريه وما عندهمش السيده ميسوره باهم كان بوليسي على برا وهي كانت في الامارات شاده الدبلوم في الكهرباء. قلت لها هاد الشيء كلشي وراضيه تزوجي بيها؟ قالت لي حنا عينينا ما كبارش، انا شحال من واحد خطبني ولكن ما قبلتوش على ود فلوسه. بلاد مبين غير في عيني كيبان بنادم واش بغاك ولا ما بغاكش. انت اولا بوفري وعينيك ماشي زايغه، وقيلا هادو من الاسباب اللي عجبوني فيك. قلت لها صافي راه غير خفت ما نوفرش لك ديك الحياه اللي عشتيها انت يا ديجا. قالت لي حاول ما تقولش هاد الهضره راه حتى انا بغيت شي واحد اللي نعيش معاه منين يسالي الخدمه يجي لعندي ديريكت ماشي واحد عنده اجتماعات بالليل وديما مسافر. قلت لها اه صافي سكتيني. المهم الخوت بقينا هكاك. من بعد رجعنا للدار قالت لي نتشوفوا شي نهار اخر. قلت لها محال انا راه ديما خدام نهار العقد ونتشوفوا. قالت لي صافي. مشيت للدار فرحان على الله تكون هاد السيده تجيب خيرها حيت حياتي كامله وانا كنعاني من الزلط. داز ديك السيمانه طياره كاع الفلوس اللي عندي مشاو. عاودت قديت الدار وبدلت شي حوايج وشريت الوالده شي حوايج حتى هي وشريت المدام نقولوا لها المدام حتى هي. وما يمكنش تنسى الوالدين الخوت. نهار العقد خوكم ضرب واحد الحطه المدير ديال الشركه فاش انا خدام ما كيلبسهاش. درنا العقد داز داكشي بخير. واحد اللحظه خلاونا انا والوالد ديالها في الصالون هو يقول لي فراس شكون اللي عطاني الفلوس باش نبني حياتي في برا؟ بديت كنضحك وقلت ليه ما عرفتش. قال لي باك الله يرحمه هو اللي وقف معايا مني حتى شي واحد ما كان حامني وهو اللي وقف معايا مني خطبت المدام وهو اللي خلص السبيطار مني تزادت بنتي في السبيطار حيت كنت مسافر. قلت ليه الله يرحمه. قال لي عجبك ديك الخدمه فين كاين؟ قلت ليه ما لقيناش البديل عمي. قال لي انا عندي البديل الا انت بغيتي. قلت ليه ما كرهتش راه قربت نتزوج وغير خصوني مصاريف كتار. قال لي عندك الحق ولكن خديجه بنتي راه كتقنع
قلت لي راني عارف اش كاين عمي، ولكن واخا هكاك ما خصنيش نفرط فيها. بقيت طالق عليه، داير فيها اصحاب الاصول والفصول. اخي بموقف تحط فيه داري هو مني يبغي يطلب شي بنت، كيبدا يدوي على باها بحال عنده حور العين. المهم قال لي دير شي وقيت ودوز لي اوراقك لهذا العنوان. ما بغيتش خديجه يكون في راسها هذا الشيء، عندك تقولوا ليها؟ ما تقول ليها والو حتى من بعد. قلت ليه واخا ما كاينش مشكل، حتى لدابا كل شيء مقاد، ولكن نهار ما عرف خديجه على حقيقتها غتولي هضره وحده اخرى. ما علينا، تزوجنا كي قلت لكم، ودابا خديجه ولات مراتي وعندي الحق ندير ليها اللي بغيت في الحلال طبعا، ولكن بلاش. قلت خليها حتى نهار العرس، ما بقى ليه والو. رجعنا للدار انا والوالده واختي، وعرفتوا الامهات بدات كترضى عليا وتدعي معايا. غير بان لك هذا الشيء في شكل، حيت دابا خاصك تعرف الدري وتصاحب معاه وتخرج وتعرفك الى اخره، ولكن كما كيقولوا الناس القدام ما تديرش ما تخافش. انا خصني غير نلقاها بنت ديك الساعه غنتحاب، وما كاينلاش نعقدوا الامور. وزيدون انا في الاول قلت لها نسخوا الخطوبه وقالت لي بلاش. فاش قلت لها ما تقبليش بالخطوبه، يعني بغاتني نبقى معاها. بقيت كنهضر انا وخديجه بزاف في لي زابيل، حيت هي دايره لابونمون خوكم غير مره في الشهر فاش كيشارجي. منين سالينا داك النهار نست الغد لي فقط لقيت باها مصوني عليا، صيفط لي ميساج ويعاود يصوني قال لي ملي تقرب 8 غندوز عندك باش نوصلك للخدمه، وما تنساش دوك الوراق ديالك. قلت لي غير تهنى، نط فقط صليت وفطرت. خرجت كنتسنى وهو يجي، واول مره نمشي للخدمه في الطوموبيل شي حاجه واعره. مديت ليه الوراق الاصليين والفوتوكوبي وقال لي العشيه نقول لك اش كاين، والله يدير اللي فيها الخير. هاد الناس عند من غنخدمك راه ناس نقيين، وكان باك خدام معاهم وغيصاوبوا لك وراقك وما يضيعوك في والو. انتوما شفتوا بعينيكم نهار خطب ديك السيده بدا كلشي كيتيسر. وصلني باها للخدمه، دخلت فرحان. انا ما عنديش مع البشر بزاف. جا داك الباترون وقال لي صبر شي حيوطه ولا كملتي دوز لعندي نعطيك شي حاجه اخرى. قلت لي صافي غير تهنى. مشيت درت خدمتي، ومنين كملت مشيت لعندو عطاني واحد البيرو نصبغو. قرينا حتى عينا وبدينا كنخدمو عند دوك اللي ما قارينش. المهم خدمت مزيان داك النهار ورجعت للدار. دوشت وهي تجيب لي الوالده التليفون، قالت لي بات خديجه كيصوني. جاوبتو قال لي الامور ديالك مقاده، السيمانه الجايه غدوز واحد السطاج وتخدم معاهم. قلت لي صافي. اصلا دفعت الضمون للشركه حيت غنتزوج وغيخلصوني ديك الساعه باش نخرج في حالي. قال لي صافي الله يعاون وهو يقطع. انا ما قلت للوالده والو، عرفت شو العيالات دغيا كيفرشوا القضيه، ماشي كلشي ولكن الاغلبيه. انا بقيت خدام حتى النهار قبل من العرس. نهار واحد مشيت انا ونسيب تقدينا عاوني في المصروف شويه، ماشي شي حاجه كاع، ماشي حاجه بسيطه وصافي. الحلوه والديسير والدجاج واللحم منين سالينا رجعنا لدارهم. تغدينا مجموعين الناس اللي عمرها دار، كلشي متواضع وخا ميسر عليهم الوقت، ما فيهمش داك الفوحان وما كيتكبروش. بركة يمين قبلوا عليا، اما كون كانت شي مسخوطه كوراني دابا مقاتل مع الخاتم بوحدو بغيت نشريه. دوزنا العرس واعر الخوت، وخا داك شي خفيف ظريف شي حاجه بسيطه ولكن نشطنا. والوالده وختي مشاو عند النساب، راكم فاهمين هاربنا من اجل هذه اللحظه. المهم الخوت داز داك الشيء وهداك، ولقيتها باقا بنت. وغادي نقص التفاصيل ديال هاد الامسيه. المهم الحلال ديما كيكون زوين. بقينا انا وياها مجمعين حتى الصباح، حتى صباح الحال. انا نعست وهي فاقت، وجدات الفطور حادقه وقالت لي واش خدام؟ قلت لها لا. داز داك النهار واعر الاولاني، جاو مالين الدار وحتى النساب الوالده ديالي وديالها مشاو لبيتي. عرفتوا مالاش كيقلبوا؟ لقاو داكشي علاش كيقلبوا، بداو كيزغرتوا حشمونا ديال بصح. فطرنا وبقاو معنا النساب حتى تغدينا معاهم. قال لي نسيب غنسافروا لمراكش غندوزوا العطله ديال الربيع تما، ما كرهناش الوالده ديالك تمشي معنا. انا فاهم باللي بغاو يخليونا بوحدنا. قلت لي واخا الا بغات تقدر تمشي معاكم، راه حتى اختي الصغيره عندها عطله ديال الربيع سيروا كلكم. قالوا لي صافي. دوزنا داك النهار مجموعين حيت حتى باها ما خدامش هاد الايامات. المهم ناسنا تاني كما العاده، راكم عارفين وحدين مزوجين شغيديرو، ولكن ماشي بحال النهار الاول. الغد ليه العائله بداو كيجمعوا الحوايج مع الصباح، فطرنا مجموعين ومشاو. انا وخديجه بقينا في الدار كنصاوبوا الغدا، هي اللي كتصاوب الغدا انا غير
مقابلها تغدينا وبالعشية خرجنا ندورو شوية حدا البحر. أول مرة كنشوف خديجة كتضحك، حتى بينات الدرسة ديال العقل. واحد اللقطة غادين وبدات كدور من موراها بحال كتقومز كتشوف اللور. أنا ما عيقتش باش نشوف شنو كاين. بانوا لي اللور شي وحدين لابسين الكحل واقفين حدا واحد الطوموبيل جالس فيها واحد خونا. وبيني وبينكم شكيت، واش اللي خلاني نشكتها؟ قالت لي هي ديك الساعة اللي خاصنا نمشيو، وعيات منها الزنقة وبغات تدخل. أنا بغيت نتأكد، قلت لها يلا نجلسوا في شي قهوة حدا البحر. داكشي اللي درنا، بقيت عاس عليهم بنص عين، ما بغاوش يتزعزعوا. وخديجة كتقول لي حاسة براسي ماشي تالي، نرجعوا للدار أحسن. قلت لها صافي غنمشي للطواليط وغادي نرجع ونمشيو. قالت لي أوكي. مشيت للطواليط وبقيت سامر عليها من بعيد. جا واحد من دوك خوتنا عطاها واحد جوا هو يمشيو ديماراو في الطوموبيل. شنو زعما طلع معايا القالب ولا كيفاش؟ واش زعما هاد السيدة كدير شي حاجة ما هياش؟ ولكن كتبان عقلية نقية. داكشي على السيدة غير لاصقاني. مشيت لعندها وقلت ليها يلا نمشيو. ما بغيتش نقول ليها شكون هذاك اللي جا عندك. مشينا في الطريق ما هضرناش، وصلنا للدار تعشينا ما هضرناش. مشات هي نسات، انا بقيت حتى لديك الجوج ديال الليل عاد مشيت ناست. فقت وقيتها فايقه وجدات الفطور. قالت لي مالك حاسه بك ماشي هو هذاك؟ قلت لها والو عيان شويه. قالت لي منين جينا البارح وانت مغوبش وما بغيتش تهضر معايا؟ ما جاوبتهاش. فطرت وانا نوض، مشيت دوشت، بديت كنبدل في حوايجي وهي تدخل عليا، بدات تتعنق فيا وكتثبت فيا وقالت لي تعلقت بيك. ديك الهضره تعلقت بيك، تعلقت بالضحكه ديالك. وعلاش بديتي كتبدل عليا؟ الهضره ديال الكيلو. قلت لها شوفي شنو درتي. قالت لي اش درت؟ قلت لها شكون انتي؟ وهي يتبدلوا فيها الالوان وبدات كتدخل وتخرج في الهضره. قالت لي مراتك انا، علاش كتسول هاد الاسئله خلاتيني؟ قلت لها شفت داك خونا اللي عطاك ديك لبغه؟ شنو زعما حتى هادي ما فاهمه فيها والو؟ قالت لي راه ما كنتش بغيت نخبي عليك والله العظيم. قلت لها هضري قولي اش عندك. انا صافي وصلت لواحد الحد تاع ما متيقش اش طاري. مشات جبدات البرا اللي عطاها خونا وجابت حتى تليفونها حطاتهم ليا. انا هزيت داك الجوا هو الاول حليتو، هزيت واحد الورقه وبديت كنقرا فيها، لقيتها ديال الاستخبارات ديال دبي وخاصها تمشي لدبي السيمانه الجايه، حيت الا ما جاتش غيقتلوني انا. ما فهمتش، قلبت الجوا عاوتاني ولقيت فيه واحد التصويره هزيتها، لقيتهم مصوريني معاها حدا البحر مني مشينا النهار الاول مع الوالدين. قلت ليها اش تخربيق فهميني اش طاري؟ بدات كتبوس ليا يديا وتطلب فيا وقالت ليا راه عطيتهم اتساع وتبعوني. قلت لها شرحي ليا من الاول باش نفهمك. بدات نيت كتبكي، بقات فيا ما حسيت براسي حتى بسها. قلت ليها تقدري دابا تعاودي ليا؟ بدات كتحرك ليا راسها زعما جلست فوق من ركبتي وبديت كنحك لها راسها وبدات كتعاود ليا من الاول. قالت ليا منين مشيت لدبي الوالد دخلني لواحد المؤسسه امنيه كيتخرجوا منها الحراس، وانا كنت من الاوائل حيت كانت عندي الصنطه الكحله في الفنون الحربيه. ومني تخرجنا نجحوا 10 منا، كنا بنات ودارونا فرقه ديال الاستخبارات شحال من بلاصه وشحال من دوله، في قطر في فرنسا في الميريكان، حتى لواحد النهار حنا نيقوا بلي كانوا كيخدمونا غير باش نشروا الفساد في ديك البلاد ولمصلحتهم. كنجيبوا ليهم الادله ديال شي واحد وكيصيفطوه للحبس. حنا ما عجبناش داك الشيء، درنا ليهم استقاله جماعيه، ما عجبهمش الحال ورفضوها. من بعد ولينا كنديروا اللي بغينا في الخدمه ومبقيناش مسوقين ليهم، ولينا غير كنمشيو نضحكوا ونشطوا صافي. من يقشعونا حبسونا وما يعطيونا الاستقاله. انا رجعت للمغرب وحتى الوالد كان تما ديك الساعه ورجع معانا حيت شت التقاعد، ولكن مني استقلينا من عندهم توسخ لينا الدوسي باش ما نخدموش حتى شي حاجه. بغيت نعيش عادي ولكن ما خلاونيش. قلت ليها ودابا علاش جابوا لك هاد البغا؟ قالت لي واش ما قريتيهاش؟ راه بغاوني نرجع ليهم باش يخدموني تاني. قلت لها ما تمشيش. قالت لي راه الا ما مشيتش غيجيو لينا وغادي يبداو بك انت الاول. قلت لها كيفاش يجيو لينا؟ واش الدنيا فيها السيبه ولا شنو؟ قالت لي وقيلا راه ما فراسكش، راه العيان فيهم فايت لي قاتل، راه محترفين في القتل وخايبين وقباح.
وقفات من فوق من ركبتي وهي تشوف فيا وقالت لي خليني نمشي عنده شوف اش بغا ونرجع. قلت ليها لا هي لا دباك وليتي ما غتراجل يعني ماشي ديال راسك. بدات كتطلب فيا حتى عيات ما قبلتش ليها. واش هادي مريضه ولا كيفاش بغاتني نخليها تمشي فين بغات قدر يطرى عليها شي حاجه تما. بقات جالسه عليا عافاك عافاك راه غير قتلونا. قلت ليها اللهم نموت راجل وانا نموت شماته اصلا انتي خبيتي عليا هادشي كامل وما قلتي ليا والو. وبلا ما نزيدو في الهضره خرجت الخوت وخليتها في الدار. جلست فواحد القهوه وما يبانوا ليا دوك خوتنا في الله دوك صحاب الطوموبيل سامرين على الدار. مشيت عندهم قصدتهم نيشان قلت ليهم اش طاري اخويا ماك سامر على الدار. شاف فيا واحد وما هضرش طلع ليا واحد خونا من الداخل ديال الطوموبيل قال لي دخل دخل نهضروا شويه. دخلت وقلت ليه اسمع اخويا هضره وحده اللي غنقولها لك ديك ختنا فوتها ولا غادي نخرج معاك اللعب انا قلتها لك من هنايا. قال لي خفت نقول لك شي هضره نطلق ديك ختنا. قلت ليه كيفاش اش من هضره. قال لي علاش اللي ما تجيش تشوف براسك. قلت ليه فين اش غنشوف. قال لي يلا معنا وغنوريك كل شيء على ديك السيده ولا ما اقتنعتيش راني ماشي عاجل. تحركوا شويه بالطوموبيل الخوت ووقفوا في واحد البلاصه بعيده على تما. هبط واحد فيهم ومشى وبقيت انا الله وبقى واحد راكب القدام هو اللي كيتناقش معايا وبقى الشيفور. جلس الخوت ويتسدوا الباب ديال الطوموبيل سدوا بقيت بيت نحلو ما بغاش يتحل. بقيت نحل الباب ما بغاش يتحل. من بعد هبطت واحد الزجاجه قسمات بيني وبين دوك اللي قدام في الطوموبيل وليت بوحد الله وسد عليا الجاجه هو يخرج واحد الدخان تم خارج من تحت ديال الطوموبيل. حسيت من بعد براسي مخنوق مابقيتش كنغوت والو. بديت كنضرب في الجاج والجهد بدا كينقص ليا من يديا. كنحس بحال شدني البنج في يديا وتقلبات بيا الدنيا. ما حسيت براسي حتى طحت تحت وسط الطوموبيل. شنو زعما داروها هذيا انا يطيح وكنفكر كنقول غيدخلوا على خديجه وما كاينش اللي غادي يفكها وانا نغيب الخوت. منين فقت لقيت راسي شابع عصا وجهي كامل مشتت وكلي واكل العصا ديال بصح. بديت كندور في راسي غير بزز باش نشوف واش كاين شي واحد. ما لقيت والو رابطيني ولاد العبد من رجليا ويديا. بغيت غير نتحرك ما قديتش حاكميني مزيان واصلا واكل العصا ديال بصح. بديت كنتكركب بشويه حتى وصلت لواحد الحيط بديت متكي عليه وكنوقف غير بشويه حتى وقفت. بديت كنشوف واش غنلقى شي حاجه باش نفك راسي من هاد القنانب. بانت لي واحد الماكينه ديال النجاره مشيت ليها وبديت كنقلب فين نفك راسي. بانت لي واحد البلاصه ماضيه بديت كنتحكحك معاها باش نفك يديا وبقيت هكاك واحد شويه حتى تقطعات القنبه. رجعت فيا الروح دابا فكيت رجليا بديت كنفكر على شي حل ما لقيت ما ندير. حتى الباب ديال الحبس كله حديد ما عندك ما تحل فيه. كان باب ديال الحديد الخوش بحال داك ديال الحبس. واحد اللحظه بان لي شي واحد داخل رجعت لبلاصتي درت فيها بحال الا باقي مصيره بالقنبه. دخل واحد الراجل حط لي الماكله بدا كيشوف فيا قال لي اكبر غلط درتيه في حياتك هو تزوجتي بديك ختنا. بغى يمشي هو يعطيني بالظهر بانت لي واحد الخشبه تما هزيتها جيت ليه من اللور ضربته بها حتى طاح. طليت من الباب ما بان لي حتى شي واحد. خرجت وتميت غادي هارب لواحد الباب كان محلول طليت فيه بانوا لي دوك خوتنا اللي شدوني خصني نشوف شي حل باش نهرب. من بعد تلفت وبان لي داك خونا الناس وطيح حدا واحد الفردي ديالو. رجعت للبلاصه فين كنت مشدود حداه وانا نهز داك الفردي. اول ما غنشد شي فردي في حياتي هزيتو لي من حداه بالخف وانا نسلت. مشيت عند دوك جوج اللي حدا الباب بديت كنيش على واحد فيهم وانا نتيري في الطوموبيل ما جبتهاش فيه كتبي نتيري فيه ديال بصح. حتى الفردي راه ما عندناش معاه شافوني هما وما يهزوا الفراده بداو كيتيريو فيا. تخبيت من مور الباب وشي قرطاس كيبان ليا كيدوز حدا راسي الموت ديال بصح هادي. تميت غادي كنجري تما ما عرفتش فين نمشي. طلعت مع واحد الدروج طلعت للفوق بان لي واحد الشريج محلول مشيت طليت فيه كان بعيد بزاف ما نقدرش ننقز. بان لي واحد الكاميو ديال البونج جاي في الطريق كنقول نقز ما ننقز وانا نسمع دوك خوتنا جايين كيغوتو. ما حسيت براسي حتى نقزت طحت وسط الكاميو ديريكت ومع داك الجهد باش نقزت تخبيت وسط البونج. مشى الكاميو وما بقى كيبان ليا والو. حسيت برجليا كتحرقني طليت عليها كتبان ليا عادي ولكن مالها كتحرقني. بديت كنقلب فيها لقيتها غير مقصحه.
جلست شي ساعة مخبي وسط داك الكاميو، من بعد عاد طليت ما عرفتش جابني هنا واحد البلاصة أخرى بحال فشي غابة محال. واش المغرب الشجر كان زوين، بقيت جالس كنفكر اش غندير. خليت الوالدة واختي بوحدهم، وديك خديجة ما عرفتش منين خرجات ليا، اش داني لشي زواج كاع، مازال كاع ما مكافيتها مع راسي. عاد زيدني بهاد الشي، شنو غندير دابا؟ بان ليا واحد الصندوق تحت داك البونج، حيت كنت باقي في الكاميو الخوت. قلت نقلبوا على الله نلقاو شي حاجه كتكال. مشيت مدابز ما حتى حليتو، عرفتوا شنو لقيت فيها الخوت؟ سلاح عباد الله، انا واش نهرب من مشكل نلقى واحد اخر؟ يلا سديت داك الصندوق، هزيت داك الفردي، درتو ورا ظهري، قضيه فيها ان واحد اللحظه بانوا لي صنادق اخرين محطوطين تما كتار تحت من البونج. شنو زعما شي عصابه هادي كيوصلوا السلاح؟ كنت انا باقي في الكاميو، حبس الكاميو الخوت. اليوم غنموت باينه. جاو شي وحدين بداو كيحلو في الكاميو من اللور، ولقاوني تما كلشي هز سلاحو نيشو عليا. انا بقيت غير كنشوف، تزنقت وتخلعت وبديت كنشاهد. حسيت بلي الموت هادي المشكل في هادشي كله، ما غيدفنونيش. بقاو كيشوفوا فيا وبداو كيضحكوا، حيدوا سلاحهم، ولكن واحد فيهم ما ضحكش، بقى منيش عليا بالسلاح، بغى ينحيني. واحد شويه هما يهضروا بالدارجه، ما قبلت والو. كنت كنصحابهم ماشي مغاربه، قال لي داك خونا اللي منيش عليا اجابك لهنا، واش كدير في هاد الكاميو؟ قلت لي راه كنت هربان من شي وحدين وطحت في الكاميو ديالكم. قال لي يا شكون هادو؟ قلت لي شي وحدين خدامين مع الاستخبارات ديال دبي ولا قطر ما عرفتش. قال لي يا وزيدها بالكذوب. قلت ليه والله ما كنكذب عليك، جبت لي السلاح وكلشي تخلع ونيشو عليا، وقلت ليهم هذا راه سلاحهم وراه شفرتو ليهم غير باش نهرب. قال لي هذاك راه نشوف. عطيتو السلاح وبدا كيقلب فيه وقال ليهم عنده الصح هاد السلاح ديالهم، وهادو فايت ليهم تبعونا داك النهار. انا ما فهمت والو. قال لي شنو هي علاقتك بيهم؟ قلت ليه خليها على الله وصافي. اما انا تشمت واحد الشمته ديال الكلاب. قالوا لي مالك؟ قلت لهم تزوجت من وحده خدامه معاهم ومنين عرفوا دابا بغاو يقتلوني انا، اش ما نصدعهمش. قالوا لي اه وبغيتينا نتيقوك. قلت لهم هاد الحاله كامله وما تيقونيش. قال لي داك خونا يلا معانا. جاروني الخوت وركبوني معاهم في الكاميو، وكان هاد المره القدام حداهم باش الا هربت يتيروا فيا. مشينا لواحد الدار كبيره، اول مره نشوف دار وسط الغابه. دخلنا داوني الصالون، عيطوا لواحد ختنا جابت واحد الماكينه حيدت ليا الحوايج ديال الفوق ودارت ليا شي تيوات لصقاتهم ليا في صدري حدا القلب. قلت ليها اش هادشي؟ قالت لي هذا جهاز كشف الكذب، ومن الاحسن بلا ما تدخل وتخرج في الهضره، حيت هاد الناس راه غيقتلوك الا كذبتي عليهم. بديت كنشوف فيه وانا كنقول هادو ماشي غادي يقتلوني، هادو غيشوطوني. بدات تتسولني شكون انت، فين ساكن، شي حاجه هاديه. كنجاوبها من بعد دخلنا في المعقول. قالت لي شكون هي مراتك؟ قلت لهم خديجه. قالت لي هاد الناس لما نهربتي عندهم خمسه ديال البنات، الا وريت لك مراتك تعرفها؟ قلت لهم ضروري راه مرتي هذيك. قالت لي شوف هاد التصاور، جبدت لي شي تصاور بقيت كنشوف، وبانت لي خديجه هي الاولى وانا نقشع. قلت لهم هي هادي. بدات ديك الماكينه كتغوت، شافت في ديك المراه هي تشوف دوك الرجال، وقالت لهم عنده الصح مراتو هادي. قالوا لي زيد معانا. مشيت معاهم لواحد الكوزينه كبيره عامره بقاعد الشراب والديسير، جلسنا كاملين. وما يجوا واحد ثلاثه البنات جايبين لنا الغدا، بدينا كنتغداو وحتى واحد ما كيديها فيا، كلشي كيخشي في وجهه. مع اخوكم فيه الهيمري طحت في الماكله عمى. من بعد مني سالينا الغدا كل واحد فين تلاح، هاللي ناس هاللي كيلعب بحال شي دري صغير اللي كيتفرج. انا خصني نمشي للدار حيت خديجه ما عرفتش شنو طرا عليها كاع. وقفت وانا نقول لهم الخوت تهلاو فريوسكم راه غنمشي. بداو كيضحكوا، قلت انا مال هادو؟ قال لي واحد فيهم من نيتك كيفاش بغيتي تمشي؟ قلت لي علاش شنو؟ قال لي اللي دخل ما كيخرجش. وينقص واحد اخر قال لي خاصنا نيت واحد في الفاقه. قلت ليه انا ما عنديش مع هادشي ديالكم، خلوني نخرج في حالي،
عافاكم راه تابعني شحال من حاجه. جدك ختنا اللي جاب داك الجهاز ديال الكشف الكذب اللي كانت كتسولني، قالت لي هي بغيتي تمشي بلا ما تعرف الماضي ديال مراتك. قلت ليها اش كتخربقي؟ قالت لي حتى راجلها الاولاني قال لي اش كتخربقي. قلت ليها كيفاش راجلها؟ راه انا اللي تزوجتها. قالت لي السيده راه تزوجت بواحد القطاري وحضرنا العرسه وراه ولدات ومات ليها الوليد ودابا تزوجات بيك. قلت لهم ما يمكنش، السيده راه باقا بشرفها. واه خرج من هذاك الدم. قالت لي ضحكات عليك السيده دغيا دارت عمليه وصافي، حتى وجهها راه مبدلاه، مبدلاه فيه شحال من حاجه. قلت لها لا لا ما يمكنش هادشي بزاف عليا. قالت لي حتى داك باها ماشي باها، راه هي يتيمه وكبرات مع ديك المافيا. بان لي واحد الكرسي ديال الخشب وانا نمشي نجلس فيه، شديت راسي بحال شي هبيل. ويلي اش هادشي اللي واقع؟ ما فهمت والو الخوت. قلت لها راه من عائلتي. قالت لي عائلتكم ايه، وديك خديجه راه تبناوها ما فراسهم حتى هما والو. انا كهيت دوز حياتي عذاب ودمير وتماره باش غير نعيش بحالي بحال كاع الناس في الاخر. اش صورت وحده بلا شرف لصقاتني. قلت ليهم راه ضروري نرجع للدار، خاصني نشوف الوالده وديك خديجه. قال لي واحد فيهم راه مشينا لداركم ولقيناهم داوها وقيله، راه هي كانت كتخدم قناصه ما كتزقل والو كتضرب من بعيد. قلت ليهم واخا انا غنوريها تاع الناس كيف دايره. قالت لي هذيك المراه اللي معاهم راه دابا انت خاصك تعلم السلاح عاد تخرج من هنايا، راه يقدروا يقتلوك. قلت ليها كيفاش غنبقى هنا نتعلم السلاح والوالده واختي؟ قالت لي هنيناك غادي نمشيو لعندهم ونقنعوهم باللي راكم سافرتوا لطنجه وبغيتوا تطفيو التليفونات. بديت كنضحك وقلت ليهم الوالده راه عارفاني. بلا ما تضحكوا عليها قالت لي هنيناك راه خدمتنا هادي وحنا كنعرفوا نخدموا خدمتنا مزيان. قلت ليهم ما مرتاحش لهذا الشيء، راه انا الحولي ديال العيد ما كندبحوش، بقى لي غير السلاح. اجي ولاش انا غنهز اصلا السلاح في الاخر غادي نقتل به شي واحد، اللهم بلاش. قالت لي انت تعرف. حلوا لي واحد الباب وقالت لي هاد الباب تقدر تخرج منه الا بغيتي، محال كاع توصل دارك هو هذاك، ما توصل حتى تموت. واش بغيتي الوالده ديالك تموت بالفقصه؟ ها وافق على هادشي اللي قلنانيك، ومن ناحيه الفلوس حنا هنيناك حنا نتكلفوا. قلت ليهم وعلاش هادشي كامل ومالا خديجه اش بغات عندي؟ قالت لي ديك ختنا خديجه ما كتمشيش مع اللي كان، وراه حتى عرفاتك ما عندكش تجربه في السلاح وما كتعرف لا بوليس وما كاينش اللي مديها فيك، ديك الساعه تزوجات بيك. حتى حنا هاد النوع اللي بغينا اصلا كل واحد فهاد الفقط طرا ليه بحالك بلا ما تحس براسك مشموت. قلت ليها ويلي، بديت كنشوف فيهم واحد بواحد وكيضحكوا. قلت ليهم عرفتوا شنو، غادي نكون معاكم ولكن بشرط، شرط واحد. قالت لي هذيك اما هو. قلت ليهم بغيت نراقب مالين الدار ديالي من بعيد. قالت لي واخا هادشي اللي بغيتي صافي حنا قابلين. وهي تصفق بيديها وقالت ليهم يلا هادي وقيت لونطريما. هو بان ليا كلشي وقف، قالوا لي زيد معانا تبدل حوايجك في الفيستير اليوم غتناس واقفه الصاط. مشيت معاهم الفيستير لبسوني شي حوايج بحال ديال العسكر تقال ديال بصح. خرجت معاهم لواحد القنت وبدينا كنجريو، اخوكم كيلوح رجل في قنت ورجل في القنت الاخر، وغير الصباط في هاد اللبسه فيه شي جوج كيلو. مشينا درنا التراكسيون شي حركات وعرفت بلي اليوم غادي نودع شي حاجه سميتها راحه. في الاخر منين ساليت لونطريما لقيت راسي كاع عرقان، منين بدنا حوايجنا بديت كنحس براسي كريشه. كملنا بواحد الدوش واعر بان لي واحد الكيس وبديت كنحك به تما، ما بغاش يخرج ليا الوسخ. هو يقول لي واحد خونا راه لصق لك الوسخ في الحوايج اللي لبستي. قلت ليه تخلعت نصحابو واش طرات لي شي حاجه. مشينا لخوت نتكاو باش نرتاحو، طحت دوده ناس وبديت كنحلم حتى فيقوني. قلت لهم اش طاري تاني؟ قال لي واحد فيهم يلا نمشيو حدا داركم باش نشوف مالين الدار. قلت لهم واه واخا واخا يلا. بدلت حوايجي عطاوني واحد الكوستيم وواحد الفردي، وقلت لهم انا راه مازال ما عارف حتى نهز الفردي في يدي. قال لي واحد فيهم بلا ما تمرضنا صافي هاك الفردي وزيد راه ضروري منه. قلت لي صافي
ضرب ديك الحطه وانا حط داك الفردي ورا ظهري، بديت كنحس بحال شي ضلعه زايده عندي. مشينا خرجنا وطلعنا في واحد الطوموبيلات كحلين، اول مره كنعرف بلي هادشي كاين في المغرب. طلقنا مزيكا وناشطين، بانت ليا واحد الصافيط ورانا وانا نتكمش حيت راكب القدام. الشيفو حدايا وحنا اربعه، كل واحد فينا هز الفردي، عاد زيد عليها قدر يكونوا عندهم صوابق في القتيل. انا بديت كنحلل هنايا الخلعه وما دير في بنادم. داز محدانا ديك الصافيط شافت فينا وما قالوا والو، الحمد لله داز على خير. وصلنا للدار زعما ديالنا وقفنا بعيد، بقينا جالسين في الطوموبيل. قلت ليهم جات ناقصه نبقاو هنايا، زيدو غير نشربو اتاي مع الوالده. قال لي داك خونا اللي حدايا غير جلس وتسنى، راه دابا تخرج مدام ايا. قلت ليه شكون هي ايا؟ قالوا لي راه هذيك اللي كتسولك والبنت اللي معانا راه هي مدام ايا وهي المديره. ويلا كعات عليك هزك الماء ولا عجبها الحال عرف بيبان الجنة تحلو ليك. قلت ليه مزيان مزيان سيدي، وهاد مدام ايا اش كدير في الدار ديالي؟ قال لي غير شوف وفهم. بقينا جالسين حتى خرجت ديك مدام ايا هي والوالده فرحانين وبس لها راسها. ما فهمتش انا والو. من بعد جات لعندنا وركبات معانا، قالت لي داكشي اللي قلت لك درتو راه هضرت مع الوالده ديالك، وقلت ليها بلي راه سافرتو لطنجه واحد الشهر وطفيتو التليفونات وبلي بغيتو دوزو شهر العسل مع بعضياتكم. قلت ليها اها وخديجه؟ قالت لي خديجه راه داو هذوك العصابه للكويت ومحال ترجع. قلت ليها وعلاش؟ قالت لي حيت اللي مشى تزوج بلا القرار ديالهم يقدروا يقتلوه، وهي دارت داكشي اللي مخصوش يدار، راه جاروها من الدار صحه وداوها. قلت لهم اها واخا ولا داز هاد الشهر هذا اللي قلتي للوالده ومشيت للدار، اش غنقول لهم راه بنتكم مشات الكويت وتقتلات؟ قالت لي اخونا السيده خانتك وفي الاخر كدافع عليها هكا؟ ما بقيت فاهمه فيك والو. قلت لها اختي ايه نجيك من الاخر، السيده راه كانت عجباني وكنت غادي نكمل معها حياتي، كل ما خرجت ديك العصابه ديالها ما كنتش غنتسوق للماضي ديالها، في الاخر السيده نقيه وما خصنيش نفرط فيها. بدات ديك ايه كتصوت علينا تما وقالت لي انت راه ما كتفهمش بالهضره، الوقت غادي يتفهمك كل شيء. وصلنا للبلاصه فين كنا انا وياهم، خرجت ديك ايه كاعيه وهو يقول لي داك اللي كان حدايا قلت لك عندك تعصب عليك، هو بيني وبينك هزك الماء او تعصات هزك الماء ديال بصح. قلت ليه اش غادي دير كاع غتقتلني؟ راه غير موت وحده اللي كاينه واش نسيتي؟ قال لي الا جات غير في القتيل هانيه هي غادي تعذبك. قلت ليه شنو دابا اللي معصبك على الدرجه؟ اش عصبها من هادشي كله؟ قال لي بحالي بحالك حتى انا ما فاهم والو. هبطت من الطوموبيل وبانت لي ديك ايه واقفه وانا نتمر عليها. قالت لينا عندكم التير ديال السلاح، وشافت فيا وقالت لي انت مني تسالي دوز عندي للبيرو. هو يشوف فيا داك المسخوط اللي كان حدايا ويقول لي سنيتي على الموت ها ولد العبد. قلت ليه وش جا الزمان اللي ولينا نخافو فيه من العيالات والوليات؟ ترجل الصاط هاد المره قمعته واحد القمعه واعره. الصباح هو جالس كيخلع فيا بحال هاد ايه كتحطهم واقفين. مشينا لداك التير اللي قالت لينا ماشي شي حاجه صعيبه غير شويه وصافي، خاص غير تخفف يديك وداكشي اللي درنا. المهم دوزنا داكشي واعر، خوتنا معلمين ديال بصح خصوصا واحد الزنزون ديما كيجيبها في الوسط. رجعنا تاني للفيستير وهو يقول لي داك اللي كان هدايا الشيفور هو اللي كان سايق بينا. قال لي سي عند المديره راه كتسناك. قلت لي صافي صافي هاني غادي. ربي اخويا لما قول لي سميتك؟ قال لي عماد. قلت لي خويا عماد انا دابا فهاد المشاكل والمدام والصداع نقدر ندير شي حاجه في شي واحد خصوصا الا كان كيصدعني. قال لي ما تفهمنيش غلط غير بغيت نشرح لك وصافي. قلت لي بلاش اخويا اللي فيا كافيني. قال لي واللي بان ليك انت اللي بغيتي. مشيت للبيرو ديالها لقيتها جالسه في المكتب، دخلت لعندها قالت لي سد داك الباب. قلت لها راه سديتو. قالت لي سدو بالساروت. رجعت صورتو قلت لها ها هو صورتو، وهي تنوض وقفات وجات لعندي بدات كتقرب ليا وخوكم بدا كيرجع الله. لصقت مع الحيط قالت لي مالك خايف ياك ما عاودوا لك شي حاجه خايبه عليا؟ قلت لها لا حاشا راكي المديره زعما. قالت لي المديره فهمناها ولكن لاش جالس كترعد عليا هنايا؟ تزوجتي بوحدها
عند الصمت الكحله في الفنون الحربيه وما خفتيش. خلي عليك انا غير المديره. كنقلب مع منشط قلت لها كيفاش آية؟ اشنو غنفهم من هضرتك؟ قالت لي الصراحه انا راه ما مزوجاش، وكنت كنقلب على شي واحد يقضي معايا الغرض. قلت لها اختي اسمحي لي انا راه مزوج. قالت لي بمن؟ بوحده ما عندها شرف وكذابه. قلت لها ومن بعد شوفي شحال من واحد معنا في الفرقه، اختاري اللي بغيتي فيهم. قالت لي هادوك ما مزوجينش. قلت لها هادوك اللي مزيانين ليك غيكون عندهم الجهد. قالت لي ولكن ما عندهمش الخبره، يعني انت اللي بغيت من هادشي كله. قلت لها ويلا ما بغيتش يلا اللي في جهدك ديريه. قالت لي اللي بان ليك انت تعرف، حتى حياه الوالده ديالك واختك الصغيره بين يديا، من الاحسن شوف الحل. هاك مقصح راسك بزاف معايا. قلت لها واخا وعلاش انا بالضبط؟ من عاده اختي اطلع رجال. قالت لي انا ماشي سوقي، انا دويت معاك. قلت لها راه ما نقدرش حتى المره اخرى دابا لا. قالت لي اليوم قبل من غدا. بديت كنشوف فيها مزيان وهي من واحد الناحيه زوينه، ما عندها ديك الفصاله ديال الميمات وكبيره عليا، ولكن من ناحيه الزين واعره بزاف. اصلا هي ما غتلصقني ما غتزوجني، اللهم نهني السوق وندير داكشي اللي بغات غير باش ما توصلش ليا الوالده. قلت لها صافي ولكن بشرط. قالت لي شنو هو؟ قلت لها هاد المره صافي. قالت لي لا ما متفقينش، انا اللي كنشرط. قلت لها واخا وشنو غتشرطي؟ قالت لي حتى نسالي ونهضروا. قلت لها صافي. السيده تعرات اخوكم شدات القفقافه، فصالتها كانت بحال دايره شي عمليه ديال التجميل. انا معاها وكنتفكر داك ميخي هذاك عماد الشيفور جالس عليا مادام ايه صعيبه وقاصحه. شو كي ولات الله يعمرها دار. بقينا هكاك شي ساعتين الخوت، هي كانت فرحانه وغير كضحك. من بعد ما سالينا بدلت حوايجي بالخف ومشيت نيشان الفيستير. بديت كندوش ساليت وانا نخرج لعند الدراري. قالوا لي وقت لاصال زيد تريني. قلت في دماغي وقت لاصال انا يلا تريني تشويش ومازال. قلت لهم لا لا راه ما قديتش. قالوا لي اليوم غتكعى عليك مدام ايه. هزوني من رجليا وداوني لاصال. بدينا كنتريني وبحال الا ما درت والو الخوت، باقي عندي الجهد ديال لونطريمون. كنتريني وكيسولوني اش قالت لك مدام ايه. قلت لهم والو غير بدات كتسولني على شي حاجه وصافي، ما وقعو حتى شي حاجه. سالينا لونطريمون حنا نمشيو نتغداو، احسن حاجه هو داك الغدا اللي كيديروا هاد خوتنا مع خوكم بلدي. خوتنا كيديروا البيض واللبن والدشيشه غتصحاح بلا ما تبغي. ضربناه بواحد النعسه من بعد، ومني فقت لقيتهم كيلعبوا في البلاي. ما فهمتش كيفاش قالب هادو لونطريمون الماكله الناس. مشيت عند واحد الصلع فيهم وقلت ليه بغيت نسولك كيفاش القالب ديال هادشي. قال لي اش من قالب؟ قلت ليه سيمانه هادي وحنا غير كنعلفو وكنترينيو وكنلعبو بلا والو. قال لي واش ما قالت لك مدام ايه والو؟ قلت ليه لا علاش اش غتقول لي؟ قال لي راه كنتسناو العصابه اللي فيها مراتك تدخل المغرب، وراه غتنزل في المطار ديال سلا. قلت ليه اها ومراتي؟ قال لي واش ما بغيتيش تفهم؟ مراتك راه مشات وخلاتك عندك الزار مني ما كايناش امك، اما يديوها حتى هي. كون دابا كون امك كانت ميته وانت جالس كتغبن عليها هنايا. بصراحه دخونا عنده الصح، خصني نشوف كي ندير معاها، خصني نفضي معاها ونسالي معاها هاد العلاقه وهاد الزواج ديال والو. هي اللي صيداتني انا هادشي الخوت كنت كنقولو قبل ما نشوفها مره اخرى، اما ملي غنتلاقى معاها غيتقلب كلشي. جلست من بعد كنفكر في الوالده واختي الصغيره وهي تقول لي طن في راسي اجي. ايا قالت لي بلي ماشي مزوجه وما عمرها تزوجات، كيفاش قالبه؟ مشيت سولت داك الصلعنيت قلت ليه اجي علاش كتقولوا الايه مدام؟ قال لي والله ما عرفت فحالي بحالك وحنا كنقولوا مدام. قلت لي اه صافي. ما لقيتش ما ندير وانا ندخل لاصال عاوتاني. كنتريني نخوي سمي تما في الحديد، بقيت كنتريني حتى دخلت عليا ايه. قالت لي كيفاش درتي لها؟ قلت لها شكون هي؟ قالت لي من قبيله وانت معايا ودابا جالس كتريني. انا اللي ما درت والو ما قدرتش نصبر، كنت ناعس اربع ديال السوايع. انت شوف غدا عاوتاني دوز عندي بلا ما نجي نقلب عليك. قلت لها مدام. قالت لي بلا ما نتناقشوا تاني ما فيها
اللي هضر بزاف في هادشي غتجي غدا هي غتجي. قلت ليها صافي ان شاء الله. مشيت كملت لونطريما وانا كنفكر البلان غدا. هاش بغيتي فيها خديجه؟ شنو درت حتى درتي ليا هادشي كله؟ نط ما بقيتش كاع بغيت نتريني. ما كيلاش في الاخر غادي غير نبقى عايش في الحرام مع دختنا هادي، جهنم تنادي. مشيت دوش تاني من واحد الناحيه زوينه لونطريما والدوش والقص. غير ديك ايه اللي ما عندكش عليا البلان، ولكن مازال ما عرفتش علاش كتريني بينا. مشيت لعند الدراري باش نرتاح ولقيتهم كيجمعوا حوايجهم. قلت ليهم فين غادين؟ قالوا لي غنمشيو للمخيم الكبير. فاش غندوزو 16 غيكون تما. قلت ليهم اش من 16؟ قال لي داك الصلع غيغبرونا 3 شهور وغادي نتريني وغير بالليل في واحد البحر. قلت ليه واخا، فين جا هاد البحر؟ قال لي ما عرفتش، المهم غنمشيو في الطياره ونرجعو في الطياره وغنكونوا في المخيم بالنهار وبالليل نترينيو. قلت ليه اه، وكيفاش انت عارف هادشي كله؟ قال لي حيت انا كنت هنايا العام اللي فات. قلت ليه واش من داك العام وانت هنايا؟ قال لي لا، ملي كتكون شي مهمه جديده كنجيو. انا هو هذاك اللي خدام كنشد الشهريه ديالي وعايش بخير، مزوج وعندي جوج ديال الاولاد وكنخدم 4 شهور في العام، هي الكثيره، وكنتخلص العام كله. قلت ليه اه وشنو جابك لهنايا؟ قال لي انا عندي الدوسي موسخ كنت كنشفر ومدام ايه عتقاتني. قلت ليه علاش عتقاتك نتايا بالضبط؟ قال لي حنت عتقتها من الموت. حيد التريكو ديالو وراني واحد الضربه قديمه في الكتف وقال لي هادي قرطاسه ضرباتني ملي كنت نحامي على ايه. اصلا ما كنتش كنعرف شكون هي ايه، غير بانت ليا ضربه الحطه ولابسه مزيان وانا نمشي ندير فيها بطال باش دبر عليا وصدقات ليا في الاخر. صدقت خدام على راسي ومالي الدار كنقول لهم راني خدام في واحد الشركه على برا، حيت كنصور لهم راسي ضارب الكلاس. اشي اجي انت يا خويا شنو سمك الله بعدا؟ قلت لي محمد. قال لي يا والله اخويا محمد الى مدام ايه حط عليك العين. ما كانتش كتجي كاع تشوفنا وكانت ديما كتغوت باينه السيده مزعوطه. قلت ليه ويلي واش كدوي بصح منيتك؟ قال لي اه كندوي بصح. قلت ليه ياك ما تيقتي راسك راه ما يمكنش تزعط فيا تلف صلاه عندي ما مقاده. قال لي يا انت خديجه وتلفتيها شكون قال خديجه غادي تزوج بشي واحد؟ ما رضاتش بك خديجه حتى عمرتي ليها العين. قلت ليه سير اودي سير، انت كتهضر بحال شي بنت ضايعه فيك ديك اللحيه على والو، عندك الفصاله ديال الدومه سيري بدل الساعه بخرى. قال لي بلا ضحك يلا جمع حوايجك وزيد نتحركوا. قلت لي ما عنديش الحوايج. قال لي ايوا تبعني راه دابا غنمشيو. قلت لي هي الاولى زير معايا في الهضره ملي نضارت فيه. ضربت ثاني داك الكوستيم الكحل جاني مزير دارتها لونطريما بالزربه. خرجنا لبرا لقينا جوج ديال الطوموبيلات كحلين كبار. مشيت بغيت نطلع مع الدراري في وحده وهي تخرج لي ايه من الطوموبيل الثانيه. قالت لي اجي معايا نتايا. قال لي داك خونا وشتي؟ قلتها ليك بقيت كنشوف فيه وغمزتو. مشيت ركبت معاه في الطوموبيل والجاج فيمي ما كيبينش. قلت ليها ايه راه تفرشنا قدام الدراري راه قشعوا كلشي. قالت لي ومن بعد على اللي شافك ما غينساش كلشي. قلت لي مالك تاني؟ قالت لي بغيتك دابا ونعاودو داكشي. قلت لها كيفاش؟ واش بعقلك؟ قالت لي مالك مناش خايف؟ قال ما كاين اللي كيسمعنا والزاج ما كيبينش. قلت لها وليت ديما مقابل يدوش راه بزاف. قالت لي غتمشيو للمخيم ما غنشوفك على 3 شهور. قلت لها ما نقدرش. بدات كتشوف فيا وانا معاها من كنهضر. السيده بدات كتحيد الحوايج وتعرى داصه ديال بصح. ايوا واو ما عندي ما عندي سالينا الخوت وهاد المرا ما شفتش فيها ما حملتش دين اما فهاد اللقطه، حيت مني كتشبع من شي حاجه كتملها. وصلنا للمطار طلعنا في واحد الطياره خاصه داوني لواحد الجزيره ما عرفتش فين كاينه ما عرفتش كاع فين الموقع ديالها. حين توصلنا في الليل دخلونا وسط واحد الغابه تما بداو كيشرحوا لينا البروغرام كيفاش نترينيو. انا عقلي غير مع الوالده ملي نسالينا ديك الهضره وديك المحضر اللي كانوا عاطينا. مشيت لعند ايه قلت ليها سولتي على الوالده ديالي؟ قالت لي كون هاني راه مهلين فيها كيتبعها ديما واحد من الرجال ديالنا هي اختك.
قلت لها اه هو المصروف؟ قالت لي قام تضرب حساب لديك الناحيه، حنا قد الواجب. قلت لها وبديت صبغيني راه الوالده هذيك. قالت لي شوف عطيتك كلمه هي الكلمه، المهم من هادشي كله غتبقى هنا 3 شهور وتريني، ومن بعد مني تجي ديك العصابه اللي بغينا اللي فيها خديجه مراتك ولا اكس مراتك نتفاهموا. قلت لها يكون خير. مشيت لعند الدراري حيت كنا عيانين ناسنا. اول مره كنعرف بلي الا ركبتي في الطياره كتشدك الطياره. الساعه ديال الصباح جا واحد الحلوف قد الحيط كفيق فينا باش ندوزو عند الطبيب، واحد الطبيبه نفسانيه بتشوف عقليتنا واش مقاد ما مزاقلاش، بحال الا بغينا نحاروا الصحراء. اه الصحراء تحارات نسيت البلان كو غادي نتحاربوا مع شي عصابه. سالينا وبغينا نمشيو باش نرتاحوا وقالوا لنا لا فين غاديين راه عندكم لونطريما. خرجونا الخوت في داك البرد ديال بصح وباقا الظلمه وقالوا لنا لبسوا غير الشورت ويلا تجريو. بدينا بحال الهبال كنجريو، رمله ثقيله حدا البحر ما كتعرفش حتى فين تحط رجليك، ما كيبان ليا والو. بقينا غاديين وغادي معنا داك الحلوف داك الحيط شي ساعه ديال الطريق وهو يقول لينا يلا نرجعو. من نيت هاد ولد العبد هذا؟ رجعنا الخوت عاود تاني كل واحد فين كيلوح رجليه، خصوصا انا مع العيا ومع البلان ديال ايه رجلي يا خواو. ملي وصلنا قال لنا داك خونا هبطو تراكسيون. هادي ما غنقبلهاش. قلت ليه خويا راه غير البارح اللي جينا، واش محرشك شي واحد علينا ولا كيفاش؟ راه بزاف هادشي. قال لي طيح تراكسيون بلا ما استعمل شي اسلوب اخر. قلت ليه اش غدير كاع ماك غتخلعني؟ بداو الدراري كيضحكوا عليه وهو يقول لي كون ما وصاتني عليك ايه كون شتت دين امك هنايا. قلت ليه بنت لك كان رضع صبعي توصيك عليا ياك ما بغيتي تزرب عليا ولا مشيت حداه هو كان طويل ديال بصح وعامر وانا مازال ضعيف ومخرج عينيا فيه. قلت ليه غتندم على هاد النهار غير تسنى. ومشيت الخوت ديال الطراكسيون وهو يقول لي داك الصلاه اللي معانا عبرتي على امو. المهم دوزنا داك النهار عذاب حتى الخمسه ديال الصباح عاد مشينا ندوشو. هكا الخوت دوزنا 3 شهور ناس لونطريما القصه راحه والتير ولينا كنتيريو مزيان ما كاينش اللعب. والمشكل في هذا الشيء كله ولينا حلال في مدراسين في 3 شهور. المهم جات عندنا ايه في النهار الاخر وهي شافتني حلات فمها حيت كاع ديك المده ما شفتهاش. قالت لينا سالات لونطريما والناس راه جاو المغرب وراه هبطوا في واحد لوطيل، اوطيل اللي واعر في كازا، اوطيل عام غير بالخليجيين والناس الكبار في البلاد. قلت ليها اها وشنو غنديروا حنايا تما؟ قالت لي غادي نديرو فيها خدامين في لوطيل. قلت لها واش من نيتك هاد الحلال في كاملين شوفي قداش غير خدموا في لوطيل؟ قالت لي اه. وعرفتي اش بغينا من هاد لوطيل؟ قلت ليها لا. وهي تشعل البيسي وجبدت لينا واحد التصويره وبينت لي واحد الراجل غير من اللبس ديالو باينه فيه ملعق. قالت لينا هذا بغيتو حي ولا ميت؟ قلت ليها حي ولا ميت؟ قالت لي راه باراك اوباما لا بغيتو تقتلو تقدروا تقتلوه وهاد خونا ما غاديش تقدروا عليه. قلت ليها وعلاش بالسلامه؟ قالت لي دابا نوريك علاش. بدات كدوز في التصاور معاه جيش ديال العساسه، ما تقتل واحد حتى تقتل الاخر شي حاضي شي. قلت ليها سمحي لي انا ما لعبش راه نموت فين حاطه انا اختي ايه؟ ما كاينلاش نغامر انا والدراري، انت براسك قلتيها صعيب يموتوا ما نقدروش. قالت لي ولا وريتك واحد التصويره غادي تراجع في الهضره ديالك. وراتني واحد التصويره الخوت فيها خديجه عريانه اكس مراتي ومبتسمه كتضحك. بدات كدوز في التصاور ديال خديجه هي وداك خونا، كل تصويره في شكل. ما حسيت براسي حتى هزيت الفردي وتيريت في التصاور كايت واحد الكعيه ديال بصح. خنزرت في ايه وقلت ليها دابا نهبطوا في داك لوطيل اليوم قبل من غدا. قالت لي جاتك وهي تقول لينا يلا نخرجوا راه الطياره كتسنانا على برا. مشينا ركبنا وكما العاده جات جلسات حدايا. قالت لي بغيت نسولك. قلت لها اه. قالت لي علاش كذبتي على داك اللي معاك قلتي لي سميتك محمد وانت سميتك رشيد؟ شنو زعما بتبدل السميه؟ قلت لها لا راه بغيت نقول سميتي وصافي نتجنب المشاكل وصافي. قالت لي اوكي يحيد هاد البلانات معانا حيت حنا دابا فرقه وحده. قلت لها صافي كوني هانيه.
وهي تقول لي بغيت نقول لك شي هضره. قلت لها شنو هي؟ قالت لي داك الشيء اللي كان بيناتنا ما درته انا وياك حتى شفتك تصاور. قلت لها وعلاش كتقولي لي داك الهضره دابا؟ قالت لي غير باش ما تظلمش راسك وتقول خنتها. قلت لها شكون هادي؟ واش خديجه؟ اعتبريها ماتت. قالت لي بغيت نقول لك شي هضره واحده اخرى. قلت لها اش تاني؟ قالت لي في الحقيقه انا معجبه بيك بزاف، كنت بغيت نتقرب ليك وخفتك ما تعطينيش وقت، داكشي علاش درت ليك ديك الزربه. قلت لها شنو قضيتي الغرض ديالك؟ اش بقى باغاني؟ قالت لي ها انت شوف يديا كيترعدوا والله العظيم وكان شي كضرني. قلت لها لي ريغل واقيله ياك؟ قالت لي كنهضر معاك بالصح راني تغونت معاك. قلت لها ايا قدري الموقف شويه، يلا تزوجت وديك السيده باش تزوجت طلعت اكبر هريبه في المغرب وما تستاهلش، كيفاش بغيتي نتيق في شي وحده اخرى؟ قالت لي عارفه بلي معصب بزاف ولكن هانيه، دابا بغيت نقول لك اللي كاين وصافي، المهم نكملوا هضرتنا منين ساليو هاد الخدمه. قلت لها اوكي انت تعرفي، بغيت غير نطلب منك واحد الطلب. قالت لي شنو هو؟ قلت لها بغيت نمشي نهضر مع الوالده ديالي، ما تعرفيش غيوقع من مورا هاد الشيء. قالت لي غير تهنى ما غيوقع والو، ولكن ما نقدرش نخليك تشوف الوالده ديالك. قلت لها وعطيني نهضر معاها في التليفون اش بان ليك؟ قالت لي دابا مزيان. جبدات التليفون وقالت لي منين نهبطوا صوني عليها، راه ما كاينش غيزو هنايا. وداك الشيء اللي درت هبطنا في مطار محمد الخامس وكيهبط صونيت عليها، بدات كتبكي وقلت لها راه باقين في طنجة وراه خديجة دبرات على خدمة، داكشي علاش ما كايناش دابا حدايا. قالت لي ملي ترجع خديجة سلم عليها بزاف. قلت لها صافي ان شاء الله، دابا غنقطع الوالدة راني خدام بسلامة. قالت لي الله يسهل عليك ويوصلك ليا بالسلامة. قلت لها امين. انا قلت ديك امين غير هكاك، ولكن ما عرفتش بلي ديك الدعوة ديال الوالدة هي اللي غادية تعاوني مع داك القوم. هبطنا في واحد لوطيل الخوت قريب من داك لوطيل فاش كاين داك خونا، وشدينا طاج مقابل مع الطاج فاش كاين خونا ايا ما معاهاش اللعب، مكملاها ومجملاها. قالت لي بغاتني نكون معاها تاني. بقينا مراقبين داك لوطيل على اساس غدا غادي نخدمو فيه، حيت بغا يدير واحد الحفله كبيره تما وانا غنوري لامهم الحفله ديالو بالصح. بدات ايا كتشرح لنا كيفاش ندخلو نتعاملو، حتى من الشده ديال الطابله ديال الكيسان علمات علينا السيده معاوله تنحي داك خونا، وحتى انا معول نحي ديك خديجه. ارتاحينا الخوت ومن بعد وصل الغد ليه. ليل كامل ما نعستش، عم تكي ما رمشتش، كي غندير الناس وديك اللي درت فيها الثقه طلعت معايا القالب. واصلا علاش دارت معايا هكا؟ ما كان حتى حد مزيع عليها، وقلت لها الا ما بغيتيش تتزوجي بيا فسخي الخطوبه من الاول، ولكن السيده كانت كتقلب غير معامن. هادي والتوبه. الصباح زيد داك المنظار بان ليا محطوط تما، وبديت مقابل داك الطاج ديال خونا كيبان ليا الشومبر ديالو. بانت ليا خديجه عجبها الحال تما وكتضحك. خصني غير شي فيزور وشي سلاح هنايا شي سنايبر ونعطيها للراس. شافتني ايا بديت كنتعصب وهي تجي لعندي. قالت ليا من هادشي كله خايفه من حاجه وحده. قلت ليها شنو هي؟ قالت ليا هي دير شي حاجه في راسك الا شفتي خديجه. قلت ليها غير تهناي ما غاديش نضيع الناس اللي معايا، هادي في الاخر غادي تموت. قالت ليا ما تنساش واحد الحاجه مهمه خاصك تعرفها، خديجه ماشي من داك النوع السهل، راه تشوفك وتقتلك ما غاديش تخمم فيها. قلت ليها باركه ما تشرحي ليا، منين تجيب الوقت خديجه غنقتلها، غادي نقتلها يكون هانيه. قالت ليا صافي ولكن عندك تزرب. قلت ليها واخا كوني هانيه. مشينا فطرنا دوشنا بدلنا حوايجنا، هاد المره الكوستيم في الابيض مزيان نيت، بنادم هو اللي بدل الستيل مره مره. مشينا من بعد لوطيل ما فهمت والو، بقيت كنقول واش هادشي كله كاين في المغرب؟ اوطيل واعر بزاف حنا عايشين في هاد الفقر. دخلنا لداخل عطاتهم ايا شي كارطات ديالنا مزورين، داروا في السميه ديالي نسيم، كنحس براسي نقيب هاد نسيم. مشيت لعند ايا قلت ليها بغيت نسولك لما ديرها مني قلت الصواب. قالت لي مرحبا. قلت لها داك خونا شنو سميتو؟ داك اللي غنقتلو. قالت لي سميتو يوسف. علاش؟ قلت لها مغربي. قالت لي اه علاش كتسول تاني؟ قلت لها غير قبل ما يموت بغيت نقول ليه شي هضره ديال الرجال. قالت لي من ديك الناحيه خذ راحتك. من بعد طلعنا في السانسور
ويضرب في راسي الطن اجي كيفاش غنهربوا. حبست الدراري وقلت ليهم صبروا صبروا كيفاش غنهربوا. بدات ايا كتضحك وقالت ليا كاين هليكوبتر الفوق غيت هنا. قلت لها صافي كيفاش غنديروا. قالت ليا حتى ندخلوا لواحد البيت ونشرحوا هادشي كتا. صافي مشينا لواحد البيت فيه الكراطن ديال الديسير وهي توقف قدامنا وبدات كتخطب علينا وقالت لينا رشيد هو الاساس في هاد العمليه. قلت لهم اه الجوكر. قالت ليا ولكن غتبرد دمك مزيان. قلت لها علاش. قالت ليا غادي دير باللي انت اللي غادي تدخل لهم الغدا زعما ليوسف وخديجه الخوت. قلت لها اه ومن بعد. قالت ليا خاص تشوفك خديجه وانت ما تهضرش معها باش هي تخرج تبعك وحنا نتكلفوا بخونا. قلت ليها ولكن غير بغيت نهضر مع داك خونا. قالت لي الا ما ماتش هضر معاه الا مات الله يرحمه. قلت لها صافي. مشينا خرجنا انا مشيت للكوزينه على اساس نجيب الغدا والخرين دايرين راسهم كيسيقوا وشي وحدين على برا كيمسحوا الدجاج. اليوم ندوز عليك ودا خديجه. مشيت لعندهم ديت الغدا كاينين جوج ديال العساسه قدام الشومبا حدا الباب ديالو مقادين معايا غير هما هازين السلاح. وانا نتم داخل الشومبر ديال خونا دخلت حطيت الماكله فوق الطابله ما بانش ليا خديجه. اش غندير دابا والمشكله دوك العساسه داخلين معايا. قلت لدوك العساسه ما كاينش السي يوسف وقلتها بالجهد باش الا كانت خديجه تسمعني. قال لي واحد فيهم اش بغيتي خدمتك درتيها سير تلاح. قلت ليه غاب شويه اخويا يلا بغيت نخرج وهي تبان لي خديجه خارجه من البيت لابسه شي حاجه خفيفه فوق منها بينوار وشاده واحد السيجار. غير شافتني قشعتني وخا انا تبدلت بزاف في وجهي وليت عامر بقات مصدومه لاحت داك السيجار. وانا خصني نخرج الخوت تميت خارج كنتمشى وانا نسمع رشيد. رشيد ما تسوقتش ليها مشيت نيشان السانسور ديال السطح حيت تما فين غادي نهربو. بدات كتشوف فيا وقالت ليا توحشتك. ما حسيت براسي حتى شنقت عليها وما فيا السم كنحس بحال الا غادي نقتلها. بدات كتضرب فيا والو. واحد اللحظه جرات ليا السلاح من تحتي وزاتو ليا على راسي. قلت لها منيشك. قالت ليا بلا ما تعتبر راسك داك اللي كان مظلوم حتى انت ماشي ساهل عرفت كاش درتي مع آية. قلت لها اه ولكن شكون بدا. مع هبطت عينيها ما حيدت ليها الفردي من يديها عطاتني واحد الكروشيه للجهه السفلى من الكبد قريبا للمنتصف ديال البطن بسنتيمترات سموحة على هذا الوصف حيت كانت منيشة على المنطقة الحساسة. مراتي منيشة على المنطقة الحساسة غتحس براسك بلي ما عندكش مستقبل معاها. خوكم مع يديه بحال البالا عطيتها واحد التصرفيقة حتى لصقات في السانسور. تحل الباب ديال السانسور وانا ندخلها لي لقيت آية تما وداك الزنزون. بقيت شانق على خديجة حتى كانت غطلع روح ديالها. لحت حدا آية وقلت ليها قتليها آية أنا ما غنقتلهاش. آية على نيتها هزات الفردي وخواتو فيها ما حملتش راسي بقيتش بغيت نشوف فيها. جالسين كنتسناو السانسور حتى جا داك الصلع وجايب معاه داك خونا يوسف ميت. قلت ليه فينا هو الزنزون حيت كان معانا وخرج. قال لي مات قتلوه دوك خوتنا. قلت ليه يلا نهربو في حالنا. طلعنا للسطح وخدم داك الشيفور الهليكوبتر يلا بغينا نطلعو ويخرج لينا واحد القوم كل واحد حلو فلا لاخو. كانت ريني وحتى عينا وما كان بانوش قدامهم. قالت لينا آية دابا بينوا ليا لونطريمان اللي درتو. وقف علينا واحد من دوك الحلالف قال لينا كونوا رجال خرجوا معانا فراس بلا سلاح بلا والو. انا واحد الحاجه اللي ما كنحملش هي كيسني شي واحد في الرجوله ديالي ولو في الهضره نحاربو من سميت الدكار حتى هي. قلت لذاك الصلاع غزام واخا حنا قلال عليهم ولكن راه موت وحده اللي كاينه. قال لي سير على الله هما سبعه وحنا خمسه الخوت حيت مات داك الزنزون. انا مشيت نيشان داك خونا اللي قال لينا الا كنتو رجال اجي ولد العبد نوريك الرجوله. ضربته بواحد الشماليه للوجه ما تحضر مع خشيت لي رجلي وسط رجلي. قلت ليه الا كتصحاب راسك راجل انا غنوريك. عاودت لي تاني واحد الكروشي في وجهه خليته مليوح في الارض وكيتركل. بان لي داك الصلع شاد واحد جوج كيسلخ فيهم اول مره نعرفو دير بحال هكا. بانوا لي الدراري كلهم منوضينها وكنا حنا رابحين. وانا كنشوفو فين ما بان لي شي واحد ما معاناش
كان خشي ليه شي كروشي، خوهم كيتريني 3 شهور وما يضربش. ما جاتش، بقينا على ديك الحاله شي 20 دقيقه حتى كنسمعوا الصوت ديال البوليس. اخر من يصل هما البوليس. هذوك خوتنا فرشنا موم مع الارض وقلت للدراري يلا نتحركوا. ركبنا في الهليكوبتر وحنا نسلتوها الخوت، واخيرا تفكيت منها وصفيتها. مابقيتش غنفكر لا في خديجه لا في حتى شي وحده. قالت لي ايا راه جبت معايا خديجه وراها باقا حيه، غادي نديوها حتى تما ونعاودو نداويوها. قلت لها وعلاش؟ قالت لي بغيت غير نصاوب واحد الحاجه. قلت لها بيناتكم نتوما تعرفوا. وصلنا لديك الغابه فاش كنا النهار الاول هبطنا يلا بغينا ندخلو ديك البلاصه وما يوقفوا علينا البوليس باش حنا نتفكوا من شي حاجه تجي حاجه اخرى. هزوا علينا السلاح وقال لي كل شيء طيح للارض. هبطنا كنا وهادي ما ضربتش ليها حساب. هو لا كنتي مع شي عصابه كتفلت ديما من البوليس، ولكن نسيت بلي كاين في المغرب. قالت لنا ايا سكتوا ولا سولوكم ما تجاوبوهمش. قلت ليها الا بغاو يضحكوا معانا راه غير يسولوا ديال بصح. بدا داك الصلع كيضحك وقال لي انت واخا نحكموا عليك بالاعدام ما غاديش تخاف. دخلت للصطافيط ضاحكين ناشطين جالسين مجمعين. بقينا طالقين على واحد البوليسي من فوق خالي الدرسه كيبان بحال الا خاشي لي شي واحد شي كروشي. انا شفت راسي غيصيفطوني غيصيفطوني. قلت ليه شاف برجولا خشي لخويا شي كروشي. قال لي كضحك اولد الكلبه كيفاش كروشي؟ قلت ليه نعاود نرسم لامك رايه في وجهك. قال لي واخا حتى الكوميساريون ونوريك الرايه. وصلنا وبغاو يزربوا علينا زعما بديك اللعبه ديال هزك من السروال ويدخلك ما من هما ما حركوا فينا حتى واحد. اجي فينا هي آية والشيفور ديال الهليكوبتر و خديجة اللي كانت مضروبة؟ سول داك الصلاة وقال لي راه داوم في واحد الطوموبيل وحدة أخرى. دخلونا غير بزز حنايا وكاع بنادم كيشوف فينا. دخلونا لواحد البنيقة تحت الأرض بلينا بنادم طايح كومة غير شافونا كلشي تجمع حيت كنا صحاح وضاربين الكلاس. اللي شافنا يقول اف بي اي ديال المغرب. بقينا واقفين حدا الباب. قال لي داك الصلاة شوف راه ما خصناش نقولو شي حاجة، ما تقول والو وما خصناش نسيني ولا شي حاجة فهمتيني. انا راه ديجا طحت في هادشي وغلط وياك دير هادشي. فايت ليا تشديت وكنت غنتصيف تكون معايا اللي عتقاتني. قلت ليه ايه واصلا حنا اش درنا؟ قال لي هكاك نبغيك مسح السما بليقا. جلسنا واحد ثلاثة ديال السوايع وهو يجي واحد البوليسي بحال القلم بدا كيغوت علينا. قلت ليه بلا ما تلعب بابا غادي غير تندم. قال لي علاش غندم؟ قلت لي حنا الا حكموا علينا غيحكموا علينا بشي 30 عام ديال الحبس. ما فيها باس الا شديناك وعصيناك وزدنا علينا شي 10 سنين وحده اخرى. بدا كيشوف فينا وشدها القفقافه هو يقول لنا الله يرحم بها الوالدين انا غير كندير خدمتي بلا ما تفهموني غلط. قلت ليه ودابا هضرتي مزيان. دانا لواحد البيت انا وداك الصلع بداو كيسولوا فينا والو ما جاوبناش ليهم. واحد شويه وما يدخلوا داك الضو. قلت لهم بلا ما تلعبوا معانا هادشي اللي قاصني بداك الضو ما عمرو غيشوف النهار زوين في حياته. مع داك الصلاة طويل وعامر قال ليهم انا راه ما مزوج ما عندي ولاد ما عندي والدين ولكن نتوما عندكم الولاد وقيلة بغيتو تشوفوهم باقي. شاف فينا واحد الشاف ديال البوليس وقال لنا شكون نتوما؟ بغيت غير نعرف شكون. ما جاوبناش. جلسونا تما شي 24 ساعة بلا ماكلة بلا ما. انا شداتني الدوخة. واحد شوية دخل واحد خونا عيط على داك البوليسي هو يخرج هو وياه البغا. قلت لداك الصلاة اجي هادشي ما خدامش. قال لي غير صبر راه دابا تجي ايه وتفكنا من هنايا. من بعد دخل داك الشاف كاعي كاعي على الوضعية ما عرفت شنو قالوا ليه. واحد شوية هو يقول لنا بغيت غير نعرف نتوما شكون. راه حرت والله. قلت ليه بلا ما تعذب راسك وخا نجلسو هنا سيمانة ما غنقولوش. سمعنا الدقان في الباب. دخل عندنا واحد البوليسي قال لنا راه واحد السيدة بغات تدخل لعندكم. قال لي داك الشاف كيفاش بغات تدخل لعندهم؟ واش حنا دايرين سوق هنايا ولا تمشي في حالها؟ واحد شوية وهي تدخل آية. قالت ليه إلا بغيتي تمشي في حالي راه الدراري ديالي نديهم معايا. بدا كيضحك وقال ليها واش عرفتي شمن جريمة مرتكبين هادو؟ قالت لي شنو؟ قال ليها القتل مع سبق الإصرار والترصد وعاد زايدين عليها تكون إصابة إجرامية بلا ما نزيدو عليها إهانة موظفين ديالنا. مدات لي شي دواسة شدهم قراهم وقال ليها ميمكنش كيفاش زعما؟ ولكن راه كيفاش؟ سيد تلف ما عرفش اش يقول.
قالت ليه حيد الدراري المينوط وخليهم يخرجوا. سيد ما حملش راسو بدا كيضرب يديه ورجليه. واحد شويه صونا تليفونه جاوب عليه لقى الشاف ديالو بدا كيقول ليه اوكي الشاف صافي الشاف كون هاني بنادم كاموني شاف فينا وما حاملناش ما حامل فينا الشعره حيد لينا المينوط وقال لينا سيروا في حالكم وخرج الدراري الاخرين اللي كان شاد. بغينا نخرجوا تلاقيت مع داك البوليسي اللي من فوق علي الدرصه قلت ليه وفين هي هذيك اللعيبه ديالها غتعصم ليا غايه نتايا شك ما درتي والو راني حداك دير اللي بغيتي بقى غير كيخنزر فيا. ملي خرجنا قلت الايا كي درتي لها قالت لي ساهله كنعرف واحد خونا صحيح في هادشي ديال البوليس قلت ليه بغيت الدراري يخرجوا ودغيا حيت كنت ديما كنعاونو في شي حوايج ولا خصها شي عمليه كنعاونو فيها قلت لها زعما بهاد البساطه قالت لي اي راه صونيت ليه قبل ما نقتل خديجه قلت لها كملتي علاه قتلتيها قالت لي اه قتلتها غيكون هاني وراه تشدو شي وحدين في بلاصتكم ياك ما تصحابوه خرجتو من هنايا غتبقى بلاصتكم خاويه قلت لها اه هو قولي هكا توحشت الوالده وبغيت نمشي لعندها قالت لي ملي تشد الحصيصه ديالك سير قلت لها على القضيه فيها الفلوس قالت لي عندك بيرمي قلت لها اه قالت لي اوكي سوق بينا مشينا لذاك المقر الخوت انا كاع ما حافظ الطريق غينا عتوليه منين وصلنا دخلنا لقينا واحد طابله عامره بالفلوس قالت لينا هادو ديالكم قسموهم ومع الفلوس كثيرة ما حسبناهمش لينا كنقسموهم كما كنقسموا اللحم في الطاجين حيت حنا دابا غير خمسه قال لي داك الصلع اش بان لك في شركه قلت ليه فين ساكن قال لي مراكش قلت ليه مشات بنظم فرحان القليله بدا معاه 60 مليون وانا نشوف ايا وقلت لها لاش هاد الفلوس كامله قالت لي ديال خونا اللي قتلتو نتوما درتو خدمتكم الله يعاونكم وقلت لها صافي نقدروا نمشيو دابا قالت لي اه ملي تكون شي حاجه جديده غنقولها لكم غنعيط لكم كل واحد فينا عطاتو سيرو ديال الطوموبيل والبيرمي ديالو بنفس السميه بنت العبد عاوناتنا ديالو بصح قلت لها اختي ايا بغيت نسولك شنو غندير في قضيه خديجه قالت لي تكلفت بداك الموضوع راه مني كانت خديجه مع داك خونا صورتهم ماشي مرا ماشي جوج انت شوف كيفاش ديباني راسك قلت لها عندك التصاور ديالهم ميتين قالت لي اه قلت لها اعطيني شي وحده مشيت معاها للبيرو بدات كتمد لي التصاور ديالهم وانا بغيت غير نتاكد واش خديجه قتلاتها صفاتها ديال بصح وداك الشيء اللي كان عطاتني التصاور وتاكدت ديال بصح عطاتني التصاور كاملين وهي تقول لي انت اكثر واحد غنتوحشوا في هادشي كله درت لها ديك الضحكه الصفراء وقالت لي بلاش ديك الضحكه الصفراء بغيت نطلب منك واحد الطلب ماشي امر قلت لها شنو هو قالت لي بغيتك اليوم راس في راس نعيشوا اخر ليله ديالنا وما تنساش هذا غير طلب ماشي امر بديت كنشوف فيها وقلت انا ما مجوج علاش لا علاش لي ما تزوجش بهاد الخليقه في الاخر راني عارفه وعارفاني واخا كبيره عليا شويه قالت لي ايو شكسيتي مالك قلت لها ايا تزوجي بيا السيده تصدمات قالت لي كيفاش ما يمكنش قلت لها هادشي اللي كاين السيده مع قوه الفرحه تلهج عليا قالت لي شكون اللي ما غاديش يقبل بيك في الاخر طلعتي راجل نيت قلت لها عندي شروط قالت لي شنو هما قلت لها خصك تشوفي شي حل للبلان ديال الوالدين ديال خديجه قالت لي اها وشي حاجه اخرى قلت لها الخدمه ما بغيتكش تخدمي مع رجال قالت لي حتى هادي كون هاني فيها قلت لها وكيفاش غادي تهضري مع عائله خديجه قالت لي الدوسي ديالها عامر وموسخ راه ديتو للكوميساريه اللي كاينه حداكم راه كاينه واحد البوليسيه كنعرفها هي اللي مشات لعند باها وداتو معها للكوميساريه ورات لي الدوسي ديال بنتو كامل من بعد قالت لي بلي راه ملي مشات مع رشيد اللي هو انت كنتو تما واحد النهار غبرات مشيتي قلبتي عليها ولقيتيها في واحد لوطيل ناسها مع واحد خونا ومقتولين قلت ليها ولكن حنا اللي قتلناهم كيفاش درتي لها قالت لي راه ديتهم لواحد البلاصه وصورناهم ناعسين ومقتولين وراه حتى دوك التصاور كاينين في الدوسي بصيغه واحده اخرى والديها ما يقدروش يشوفوا فيك مرخه غيحشموا منك قلت لها هادي فهمتها واحد الحاجه اللي ما فهمتش علاش هادشي كله اش بغيتي في داك خونا وخديجه قالت لي ما بغيتش منهم والو راه بحالي بحالك خدامه مع ناس كبار مني ولكن مني انت حدايا ما نخاف من والو قلت لها مزيان هي نمشيو فحالنا قالت لي كاين واحد المشكل
قلت لها شنو هو؟ قالت لي انا يتيمه. قلت لها ومن بعد انا راه عندي غير الوالده وصافي. قالت لي انا كبيره عليك بشي عامين، كيفاش غادي تقبل بيا؟ ثاني حاجه تعاد مات تمراتك. قلت لها الوالده كتبغي ديما تشوفني فرحان، وثاني حاجه غنسافروا من هاد المدينه نمشيو لمدينه اخرى. قالت لي علاش؟ قلت لها غندير مشروع انا وداك الصلع، غنمشيو لمراكش. قالت لي هي نكون معاكم. قلت لها وحتى نسولو راه الشريك ديالي هو دابا. قالت لي صافي. خرجنا الخوت ولقينا داك الصلع ودوك الاخرين اللي حينا ودنيهم كيتصنطوا لينا مع الصدمه، ملقاو ما يقولوا غير الله يجعل كل شيء مباركم سعود. بيت ناس على حسابي، هذا على حسابي، هضرت الدراري. قلت لهم كل واحد يعطيني نمرتو باش هاد الكادوات كلهم تجيبوهم الخوت. شديت النوامر من عند كل واحد فيهم حنا كنضحكوا. قلت لذاك الصلاة بغيتك تقضي ليا واحد الغراض. قال لي شنو هو؟ قلت ليه غنبيع ديك الدار اللي كاينه عندي وغنتحول انا لمراكش على ود الخدمه اللي بيناتنا. قال لي انا عاونك. قلت لي خاصني عند من نسكن شي يامات بين ما شريت شي دار. قالت لي ايا انا راه عندي واحد البارطمان تما. قلت لها ويلي صافي عرفتي شنو، انا كاع عندي واحد الحل اخر، انا ما غنرجعش لمدينتي دابا بلاش. قالت لي والوالده ديالك؟ قلت لها غادي نتلقى لها حدا المحطه في مراكش. قالت لي حوايجكم؟ قلت لها غنصيفط الدراري يجيبوهم ليا، اش بان ليكم؟ قالوا لي عطينا غير العنوان والسوارت وهنيناك راه خدمتنا هذيك. قلت لهم الله يحفظكم. شديت التليفون عند ايا صونيت على الوالده، ما بغاش تسكت من البكا. جلس عليا هذيك غير عين وضرباتك، سمح لي يا ولدي هذيك ما صدقاتش، ما كنتش عارفه واش خديجه تقدر دير هكاك. قلت لها الوالده عندك الفلوس باش تجي لمراكش؟ قالت لي اه علاش؟ قلت لها ايوا طيري باش نتلاقى انا وياك، جيبي معاك اختي الصغيره. قالت لي شنو طاري؟ قلت لها نتلاقاو في مراكش ونعاود لك كل شيء. قالت لي صافي غنخرج دابا. انا قطعت عليها وتوادعت مع الدراري غير هاد المرة غندي معايا آية، وخا هكاك السيدة ما شفت من عندها حتى شي حاجة خايبة من غير الحلوى. المهم ركبت أنا في واحد الحديدة ما نعاودش ليكم، الكليمة والكراسة والفيتاس هو هذاك، لكن فين تتعذب وبالصعوبة دايرين فيها ضد الرصاص. يلا بغيت نديماري حيتاش غتركب في واحدة أخرى، وهي تقول لي عرفتي شنو غنمشي معاك. الله لا يعود الطوموبيل الثاني الله يعاونها، راه مازال ما شبعت منك. قلت لها شوفي غير سيري كبير في طوموبيلتك راه كتسوى الملايين، غنبيعوها ونشريو دار. قالت لي عندك الصح في هادي. شدينا الطريق هي سبقاتني حيت انا ما عارفش الطريق مزيان. طلعنا نيشان لمراكش صونيت على الوالده. قالت لي يلا خرجنا من القنيطره حيت هادي هي المدينه اللي كنا ساكنين فيها. قلت لها ملي تقربي صوني. مشينا للدار ديال ايا. انا مني قالت لي ابارطمان قلت واش داك السكن الاقتصادي؟ سيده عندها دار كبيره مصاوبه والجيران كما كتسمعهم. دخلت للدوش دوشت وجالس كنغني واخيرا غنرتاح في حياتي. بديت كنغسل وكنحس بشي حاجه شاداني في كرشي، دارت نشوف لقيت ايه داخله عليا للدوش. قلت لي الله يهديك نديرو العقد هانيه هو دابا؟ لا. قالت لي انا بغيتك دابا، يعني دابا راه تقدر تجي الوالده ديالك؟ ما غاديش نديرو اللي بغينا. قلت لها ما يكون غير خاطرك. عشنا اللحظة في الدوش ومنين سالينا مشيت جبت الوالدة من المحطة. توحشتها بزاف يا أختي. ديتهم للدار الوالدة ما فاهمة والو، طوموبيل وكل شيء بقات غير كتشوف، وأنا وليت حلوف دغيا صحاحيت. مو وصلتها للدار بقات غير كتشوف، شافت آية ويطيح عليها بالبوسان. فين غبرتي توحشتك؟ كيفاش زعما؟ قلت لهم واش نتوما كتعرفوا بعضياتكم؟ قالت لي كانت آية ديما كتجي لعندي ملي كنتي مسافر. قلت لها ويلي هي كتبات عندك؟ قالت لي اه وراك عارف الدار صغيره داكشي علاش كتبات في بيتك. قلت لها اها وانا في دار غفلون. وهي تقول لينا اجيو بعدا اش كديروا مع بعضياتكم في الدار؟ بديت كنكحب انايا ما كاينه حدانا اختي الصغيره. وقالت لها ايا راه خطبني ولكن مازال نسمن الموافقه ديال الوالده ديالو اللي هي انت. قالت لي اش من موافقه على انا اللي غنتزوج؟ طلعت الوالده سبيطار. قالت لي هذيك المرة انا اللي اختاريت لك البنت، صدقات خايبة اللهم تختارها انت لراسك. قلت ليها داكشي اللي كاين غادي نتزوج ايا غير خصوني الشهود. وهي تقول لي ايا قالت لي راه شديتي النوامر ديال الدراري سيد داك القوم. المهم دوزنا داك النهار غير ضاحكين، جاو الدراري لعندي مشينا لعند الكاتب العمومي. السيد شدات ولقى في قافا كنا حلالف ما فهم والو، تكاتبنا ما كاين لا صداق لا صحه مص. قالت لي ما بغيتش منك والو
غير نبقى معاك. منين سالينا عطيت السواط للدراري باش يرحلوا لي الفراش ويجيبوه لهنايا، وبديت كنقلب على شي مدرسه نقيد فيها اختي الصغيره. هنايا دازت 3 شهور درت واحد الشركه ديال الطوموبيلات انا وايا داك الصلاه. السيد طلع رجوله ديك الدار اللي في القنيطره بعتها، بعتها رخيصه لواحد الفاميله، عائله ديال خديجه، ما عمرني ما بقيت شفتهم واخا هما من العائله. ايا حامله بشهرين بدات كتحاول تبعد على ديك الخدمه مرة قالت لي ما بغيتش يموت فينا شي واحد، داك الصلع ولا كيجيب غير الكليان الصحاح. العاقه بدات كتدخل، الوالده صيفطها للحج، اختي كتقرا حدا الدار، وفي الاخر درت داك الشيء اللي اي واحد خاصو يديرو. خدمت على والديا، عشت حياه مع مراتي في الحلال. الله يسمح لينا الا درنا شي حاجه ما هياش. اخر حاجه غنقولها لكم هي ما ديروش بحالي وتزوجوا البنت اللي كتبغيو، ما تشوفوش شي بنت اللي ما كتعرفوهاش. حتى نتوما البنات كاين واحد الحاجه سميتها الا ما عجبكش الدري ما تضيعيش في حياته. ميساج واضح وطروادي. اصدقائي القصه ديالنا سالات، وعدتكم طول هذا الجزء وما قسمتوش على ودكم، واحبكم في الله اصدقائي. ليله سعيده، تشاو تشاو. الموت من اللي قديك حياتك كدوز تصور دوز تصور سلام. انا غنمشي تا حاجة ما غنتي، وقتي جا ساعتك سلام. Success.